السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي داير اخوت؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. اش كتعاودوا؟ مرحبا مرحبا بخوت جميع الناس. انا غادي نخرج نقضي شي امور يا ربي الله. احنا ومرحبا بجميع، صباحكم مبروك والله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله هذا الشهر الكريم. وزيد عليك ان شاء الله يكون خير. بناتي اللي مريض اللي يشافيه واللي مات بكورونا واللي مات بموت الله، الله يرحمهم ووسع قبرهم ويصبر اهلهم ان شاء الله باذن الله تعالى، وحنا معكم ديما موجودين. شوفوا القضيه جديده، انا نسيت اضبط انا. السلام عليكم، كيف حالك ولدك؟ مشيتش اليوم حتى غدا ومشي عندك. الله يجيب لي شي. شوف اسمح الله يلا لا تبي تسمع لي. يا ربي الله شوفوا شي لكات القضيه بحال هكا مزيانه، نخلي هاد السيفون اللي كان عندي نخليه ديما انا في الطوموبيل نشوف. واخا بلاتي انا نشوف القضيه، انا معكم. شوف باقي تيتزعزع لا تنفيكسي مزيان هاد القضيه تزعزع خصني نحيدها حتى ان شاء الله. هاي الحاسخو اليوم الحمد لله الله يبعد علينا الكورونا. بالنسبة حنا تندوزو في الشارع ونقع نقدر نتاع الله نحبس ونص احنا غاديين، احنا في طريقنا للخوزمة الخوزمة، لكن ديما عندي التعزع ف درت هادي وكاين عندي وكاين التعزع، خاص شي سيبورت ما تبقاش تكون فيها التعزع. غادي ان شاء الله نتقداو اللي خصنا في هاد العواشر اللي حنا فيهم دابا. شوفوا الناس راه خارجين وما يخافيش من المرض. ما كاين القيلة ولا شي. شوفوا الناس كاع خارجين وما خايفين. شوف وعامر الدنيا. زيد وين ندور بحال انا صافي كان دايري.
يا ربي الله. احنا اصلا اليوم ما عندناش ليغات، خاصنا ناخذوهم. السلام عليكم، كي داير رشيد؟ كاين رشيد؟ سلم عليه. انا راجع لكم اخوت، اخذت هادو ثلاثه البطاطات وواحد تيقولوا الشيار، وهادو ديال هادو البطاطات الصغار. بغيت ان شاء الله ندير بهم شي حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى، وانا معكم نقدر بحال وانا ندير شي حاجه دابا نحطها نصوب ماشي بلا باقي الحال واقيله، ويكون الخير. مرحبا واخ مرحبا، انا معكم. اش اخباركم؟ واذا كان شي حاجه تتزاد تنشوفو ان شاء الله. حلوان انا نقدر نصور شي حاجه تندير الطبخ ديالي، ما تطيح ليا هاد. وياه وانا معكم ان شاء الله غادي نكمل القضية ديالي ويكون خير. انا راجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كي داير احبابي؟ لاباس عليكم الحمد لله. يو على فيتو. ان شاء الله غادي نديرو اليوم الطبخ ان شاء الله باذن الله. وهاد الاشارات انا تندوز شي اشهار كوكا ماشي مشكل، فابور ما غراتويتمون. مرحبا مرحبا، حيت علاش دوزات؟ حيت هي اللي خلاتني كبير، حتى كبرت هكا والحمد لله. كي داير نتوما؟ لاباس عليكم. ان شاء الله غادي نقدمو لكم واحد الوصفه جميله، وان شاء الله باذن الله تعالى. اسمحوا لي ندي واحد الحاجه اخرين، اسمحوا لي غادي نخدم بالطريقه العشوائيه. ها هذيك عقلت على هذو اللي جبت لك النهار باش نعمرهم بالطريقه ديالي الخاصه ان شاء الله باذن الله تعالى. غادي نعمرهم بهذه الحشوات اللي درت الطريقه ديالي الخاصه. ها مانيت مرحبا واش مرحبا. حنا اسمحوا لي هذو تعطلت عليكم بان واخا كانت عندي شي ظروف باش ما كملش الفيديو الخاصه وانا معكم. هذا البطبوط غادي نعمرو كامل بشي بهذه الحشوه ان شاء الله باذن الله تعالى. ومرحبا، وغادي نقدموا لكم اسمحوا لي على هذه الكركبه. اول حاجه مطيشه وبصله،
ثانيا الربيع وكفته وصوصيص ديال لادانت كاشير وهاد شويه جبن للتزيين وحتى المذاق وهاد الطار انا ما ماشي مشكله ما خصنيش نبين هاد الطار ماشي مشكله نهائيا الملح والكمون والابزار فقط ما ديروا حتى شي حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى ما تزيدوش وزيت العود ها هو نيت ها هو زيت العود نبداو ان شاء الله ببركه الله سمحوا لي غادي نحط هذا في الجانب قبل اول حاجه غادي قبل ما ندير نشدو شدو البصله والمرتيشه خلي المرتيشه حتى الاخر ان شاء الله باذن الله تعالى انا معكم نقطعوها بسم الله نحيدو من هاد الزوائد ديالها ان شاء الله باذن الله تعالى اللي تيبان ليه هاد الشيء بعيد ما عذروني ان شاء الله نكمل لكم المونتاج اليوم ونلوح لكم هاد الوصفه الرائعه خاصه شوفوا على الله حيت الابداع ما حتى في الاكل كاين الابداع مرحبا مرحبا بجميع تنقطعوا البصله على هاد الطريقه و كما تيقولوا ان الرجل لا خاصوش يمشي يشتغل في الكوزينه اكبر ماكيوس اكبر شيف ديال المغرب ديال الطبخ مرجان بان الرجال كلشي العيالات تعلموا اهل من الرجال اسمحوا لي ما اصلا عندي هذه حساسيه ديال عيني غنشد هاد التبصيل غنوضع في هاد البصلة المتبقية ان شاء الله غادي ندير بها شي حاجة ان شاء الله غير هادي غادي تزاد على الكفتة ان شاء الله بإذن الله تعالى سمحوا لي تخدم في البيت بأن الوالدة تطيب الفطور دابا مبقاش الوقت لحصر الفطور وانا تنوجد لكم هاد الشهيوة ان شاء الله باذن الله تعالى تنشدو شدو ديما شوفو دائما شدو كرجع شدو كرجع حيت البصلة تتحيد السقطة أولا لا ثانيا باش نقلبو على لابويوغ درناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
تنشدوا شويه الملحه نزيدوا شويه على حسب المقدار اللي بغيتو. تنشدوا شويه الكمون اعتذر اسمحوا لي طاح ليا نخسرش حيت فاش نكون الابداع ديالي تيجي شي واحد يبسطنا. تنشدو شويه الابزار هاد الابزار اللي درنا لي كامل اللي درنا تنشدو تنعمرو بهاد الكفته والبصله بعدها بسيطة حولية تنشدو عاود تنشدو عاود ثاني شوية زوي تبيدية بحال هكا ندير واحد الزيت مهمة في الطياب خصوصا البلدية كنقولو لها حنا بالمغربية زيت العود بس تنسجم مع الكفتة شوية شوية الربيع شوية منه باش تعطي نكهة رائعة ومن بعد تسمحوا لي فين نجيب شي زيف أو سمحوا لي تعطينا هذا الشيء غادي يبقى هنا حتى على واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق بحال هكا ان شاء الله باذن الله تعالى تنشدو حتى حد السوسيس اول حاجه نقطعوه لا ما نقطعوش غير تنشدو داك المكونات اللي درت فيها البزار وفيها الملحه بحال هكا وتنشدو شويه شويه زويزه البلديه حتى هي خليه حتى هو باش يترقد ياك باش يتلقد ان شاء الله باذن الله تعالى وسمحوا لي على الكركبه باش نيت نقطعوا لي تد
ديال القوام ديال الزيت والكمون تيجي نقطعوه تيجي شي وحدك حتى علاش غادي نضيفهم فاش نطيبو مع الكفته فهمتوني. وان شاء الله باذن الله تعالى انا معكم خلي هادو 5 دقائق وغادي نرجعو لكم ان شاء الله باذن الله تعالى. اول حاجه كما ديت المطار غسل الوالده غنشد تنشد المطار تنشد المايونيز وحد الصوجه تنديرو هادو فاش قبل ما فاش يكون قبل فاش يكون غادي نطيب تنضيفو الطياب. مرحبا وارضنا مع هادو هما القوام ان شاء الله نتسناو 5 دقائق نديرو 10 دقائق لهاد القوام باش يدخلو باش ان شاء الله نزيدو حتى ديك المطيشه اللي درت غادي نشدو حتى طويجين غادي نطيبهم فيهم من الاولين بالك المطيشه بالطريقه ان شاء الله وغادي تشوفو غادي ندخلو لاكويزين حنا. السلام عليكم انا رجعنا عاوتاني للكوزينه وان شاء الله غادي نديرو الحشوه ديالنا في الطاجين الصغير باش طيب وعاد ان شاء الله نعمروها بالطريقه ديالنا الخاصه وان شاء الله باذن الله حتى نتوما تبقوا معايا. حنا غادي ندوركم ديال الطاجين تنشدو داكشي اللي بقى لينا بحال الكمون ملحه وكاين شويه البزار تنحركو مزيان زين 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 نسيتكم Thank you.
تنسدو على الطاجين اعتذر بان كنا مخلطه الدار ثم عارفين هذا الحصص الصحي تنزيدو هاد شويه من هادو ان شاء الله سعيده كنشدو شويه يطلع مايونيز ياك تنشدو هكا شويه لاموطار تنخلطوهم بحال مع هاديك سميتو و تنشدو هادشي كامل هادشي كامل تنزيد عليه تنديرو نعاودو عاد زويت بلدي
اعتذر على هاد الكركبه ديال الطاجين، حتى من بعد نعاود لكم علاش بقى لي بحال. نزيدو هاد الخلطة هنا، خلطوهم شي بنين وصح. أكبر وحدة غادي تجي هنا غادي نمشي هنا تنسناو الطاجين يطيب باش ان شاء الله نديرو شي ليه قلنا. شكي تيجي هذا طاجين خاص كاين هذا جبتو من اكادير، تنخليوه شويه ثاني. هادشي غادي يجي منين تسناو you
هادشي اصلا راه صحي، ما في هاد الزويته البلديه شويه داك الزيت ديال العافيه باش هو اللي طيبت حتى ما زيت الا زيت تحرقات. نستناو شويه نخليه واحد شويه يطيب. بهذا الشيء اللي بقى لي غادي ندير به شي حاجه اخرى ان شاء الله. غنهزو الطاجين وغادي نحطو شي شوية تيبرد وعاد إن شاء الله نديرو الطريقة اللي قلت لكم. خوت أنا إن شاء الله نكملو دابا الخدمة ديالنا إن شاء الله باش إن شاء الله نعمرو. سمحوا لي على هاد البصلاوة هادشي ما مع الوقت داك الوقت هادشي علاش غادي نشدو هاد الوصفات نشدو غادي نفرقوهم بحلقه من هنا نشدو شويه داك المطيش اللي بقات لينا نديرو هكايا مطيشه وهذا لا شويه مطيشه ونشدو هذاك الجبن ها هذاك الجبن شدو اش غادي نديرو نديرو اوكي ياك ياك اخوت وشدو هاد حتى نديرو حتى هاد الموتاديلا نشدو نعمروه ها هادشي باش نسيت محيت داك البلول ديالو سمي عذبنيش واه واه حتخون هذا اللي تزين هاد التبصيل اللي تزين اول حاجه شدو هاد
يبقى غادي بحال هكا بحال هكا بحال هكا. نعمرهم حتى هاد الطريقة هاد الطريقة. نسينا نسيت ما درت شويه الجبن. عطا درت الفوليا حيت علاش فاش نكون خدام تيبسطوك الناس ما تتبقاش تركز. ملي خدمتها بيدي عفوا العفو الخوت العزاز شوية كاشير تدي لا نحطهم هنا. نزيد واحدة أخرى تنشدو شويه الجبن نحطوه في الماء هي سالا ليا الكيتشوب باش ندير شويه الماطيشه خضراء وشويه موتاديلا. واول حاجه تنشدو شويه الجبن عرفتي فاش نديرو نديرو زين من فوق. ها هو نيت زين فوق من هذاك. سمحوا لي انا هذه ماشي انا تندير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي داير اخوتي لاباس عليكم؟ سمحوا لي راه ديشارج ديال التليفون ديك الساعه ما باش نكمل معكم نهايه الطبق اللي درت هذاك الخبز المحشو. مرحبا الف مرحبا وان شاء الله غادي تشوفوا الفوتو ديالو وان شاء الله ززلوز والارفيوتو وتنبغيكم كاملين. صبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفطور شهي وصحو شهي.